الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علمك، آمين. وبعد، فمن الأسئلة الواردة في الصوم حكم الشرب أو الأكل ناسيا في نهار الصوم، سواء كان الصوم تطوعا كصيام يوم عاشوراء أو فرضا كصيام رمضان أو صيام القضاء أو النذر. والجواب أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يفسد صومه، وله أن يتم الصوم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا دليل عام في رفع حكم النسيان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة. وهذا دليل على إطلاق هذا الحكم على صوم الفرض والنفل، فمن أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح سواء كان صومه فرضا أو نفلا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.